كان في شيء نذكر ابو فراس يقول انفوسنا الطيبه ما تترك الطيبه عفوا نعم ما عليك زود نبغى نخالف هواها غير تمنعنا يا سلام الله خلقنا كذا في خير تركيبه على تطباعنا تطغى طبايعنا في كم واحد الا طمرنا اللي يهذريبه عود علينا تقول انها بيطمعنا نرمي عليها الستر ويقوم يرمي به متمادي في تصرفاته الرعنة هذا ومثله ما تدري ما ندري وش نسوي به امور توميبنا وامور تردعنا صراعنا الداخلي ما هو بيدري به متعود يغثرب وتصفي منابعنا أثاري الطيبة اللي مالها هيبة تروح فالناس لا قيمة ولا معنى قبل ما أختم بسألكم سؤال